لو الحكاية فيها إن فيتو صار نحن مقر حزب المصريين الأحرار في البابور، موجودين كلنا، موجودين على حزب وقيادات الحزب وموجودين مع القيادات المحلية هنا. شايفين الحقيقة عندنا أمل كبير جدا في المكان، الناس متشوقة، عندها تطلعات مهمة في ممارسة العمل السياسي، وعندهم أفقهم رحبة جدا، وعايزين إن هم يوصلوا رؤى وأفكار وقيم حزب المصريين الأحرار لمواطنيهم هنا في البابور، وبالتالي للعديد من مراكز المنوفية. عندنا أمل كبير في هذه المحافظة، وبداية يعني مقر البابور هيكون نواة لشغل كبير هيكون بحزب المصريين الأحرار. هي النهارده انجاز مهم جدا لينا، انه اول مقر بيفتتح لحزب المصريين الاحرار في محافظه المنوفيه. اعتقد ان كمان في الاسابيع القادمه هيكون عندنا مقر اخر غير مقر البابور، وهو هيكون في اشمون. محافظه المنوفيه من المحافظات المهمه جدا لينا في خطه التنظيم، لان زي ما اشرت في الافتتاح انه محافظه المنوفيه بتتمتع ان هي كانت بمثابه حائط الصد لمشروع الاخوان المسلمين، وده يمكن كان ملاحظ في العديد من الصفقات الانتخابيه في السنوات الثمانيه الماضيه. محافظه المنوفيه بما تمتلكه من زخم سياسي وتمتلكه من احتراق سياسي في طوال السنوات الماضيه، اعتقد مؤهله جدا ان كمان يكون حزب المصريين الاحرار فاعل جدا في نشر الافكار الليبراليه، وفاعل جدا في صناعه كوادر جديده تكون بمثابه اضافه حقيقيه للعمل السياسي في محافظة المنوفية. مسألة وجود الكوادر السياسية المؤهلة هي الشغل الشاغل في تأسيس قاعدة حزبية في مدينة أشمون أو مركز أشمون، ومن ثم على مستوى المحافظة. وأعتقد أنه كمان في الفترة الماضية الفترة القادمة هيكون العديد من التواجد لحزب المصريين الأحرار في العديد من المحافظات، وأهمها محافظة الشرقية والإسكندرية، في إطار خطة التنظيم أن يكون هنالك تواجد قوي للحزب في المحافظات الواعدة اللي بتمتلك رغبة حقيقية في وجوه جديدة لممارسة العمل السياسي، وكذلك أن يتمتع حزب المصريين الأحرار بقيادات من أبنائه داخل هذه الأماكن على المستوى المحلي. كل توفيق أمنياتنا للأعضاء حزب المصريين الأحرار في مدينة البابور، والأسابيع القادمة ستكون هنالك العديد من الافتتاحات أخرى لمقرات مختلفة.